حياته مستقرة، ولأنه ماشي سليم ما كانش على هوا المجرمين. الضحية كانت معركة، واختار قلب كل حياته. من الدفاع عن ميزان العدالة بقى هارب بحكم القانون، ووسط هروبه والمطاردات كان مستعد دايما بشتى أجزاء. هذا الفيلم بطولة محمد رمضان، دنيا سمير غانم، ياسر جلال. في الأوقات التالية على كايرو سينما.